بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الماضية شباب بلشنا بشابتر 4 اللي بيحكي لي عن البروسيسر. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن تفاصيل بناء الداتا باث لهذا البروسيسر. فزي ما قلت لكم المحاضرة الماضية حكينا هيك بشكل عام عن الداتا باث، أوكي، وشفنا مكوناته. اليوم من نبنيها بالتفصيل. فهالساعة شو لما نقصد إنه من نبني الداتا باث، إيش بنقصد بالداتا باث الشباب؟ الداتا باس يا شباب هي عبارة عن الإليمنتس، أوكي، هي عبارة عن الإليمنتس اللي بتعالج الداتا والأدريسز بالبروسيسر، أوكي. هاي شباب نسميها إحنا الداتا باس. طيب الآن زي شو مثلا الريجسترات الاي اليوز الماكسز الميموريز، هذول هن عبارة عن الداتا باث اللي إحنا راحين نبنيهم. طيب الآن إحنا راحين إن شاء الله اليوم محاضرة اليوم راحين نبني الميبس داتا باث بشكل إيش تصاعدي، يعني راح نبنيه جزء جزء إن شاء الله. أوكي. طيب الآن إحنا بنعرف يا شباب إنه أي instruction بالذاكرة حتى تتنفذ لازم نروح نعمل لها فيتشينج. فالبروسيسر دائما المعالج بروح بعملها فتش من الذاكرة وبروح بنفذها، وبالتالي لازم يكون عندنا جزء الانستركشن فتش. ايش معنى انستركشن فتش؟ انستركشن فتش يعني ميموري اوف بي سي، اوكي، حط لي اياه بالانستركشن ريجستر، هيك بشكل عام كنا نحكيها. فبالتالي راح هنا شباب نطلع الانستركشن تاعتنا من الانستركشن ميموري. اذا انا في عندي انستركشن ميموري، هاي بتحتوي على الكود تاعي، على الانستركشنز تاعاتي، بتكون موجوده وين؟ داخل الانستركشن ميموري. الان بدنا نعملها فيتش. طيب السؤال تاعي مين اللي بيأشر على هاي الانستركشن؟ البروجرام كاونتر. وبالتالي رايحين الان نجيب البروجرام كاونتر اللي هو البي سي ونشبكه مع الانستركشن ميموري، ونشبك البي سي مع الريد ادرس تاع الانستركشن ميموري. الان بمجرد ما البروجرام كاونتر حدد لي العنوان الانستركشن تاعيتي، شو راح يصير يا شباب؟ مباشرة الانستركشن تاعيتنا رايحة تطلع، اوكي، وبالتالي بهاي الحالة اوكي راح نعملها فتش. اذا البي سي بنوديه على الريد ادرس، فمباشرة راح تنقرأ الانستركشن تاعيتي من هذا الادرس اللي محدده البي سي، اوكي، وبالتالي الانستركشن راح تقرأ من، اوكي، من هاي الذاكرة. وين يا شباب؟ راح تطلع للخارج، اوكي، يعني قرأناها وعملنا لها فيتشينج. هاي أول ستيب لازم نعملها. طيب الآن بعد هيك البروجرام كاونتر شو راح يصير فيه؟ راح يزيد، فبالتالي راح يصير عن يأشر على النكس انستركشن. فشو لازم نعمل له؟ أوكي، لازم نزيده بأربعة. فالبي سي بيساوي بي سي زائد أربعة. طبعا كيف بدي أزيده بأربعة؟ راح أجيب آدر، أوكي، آدر، وضيف على هذا البي سي، أضيف عليه أربعة، والناتج وين منا نرجع؟ منا نرجع نخزنه بالبروغرام كاونتر اللي حجمه 32 بت عندنا بالمبس. طيب الشباب السؤال تاعي ليش أربعة؟ ليش منزيده بأربعة مش منزيده بواحد مثلا؟ شو رأيك يا شباب؟ عشانه مبس. طيب شو يعني بدي اوضح؟ الادرس دائما بيكون زائد أربعة عشان باخذ فور، يعني ايوه بالزبط. اربع خانات لما في الوسط سطر الواحد اربع خانات للادرس. الانستركشن تاعيتنا حجمها 4 بايت، مش هيك؟ 4 بايت بالضبط. الانستركشن تاعيتي يعني كل انستركشن حاجزه 4 بايت بالذاكره، واحنا ترقيمنا للذاكره بالبايت، فبالتالي كل انستركشن حاجز 4 بايت. اذا الانستركشن الاولى حاجز 4 بايت، الانستركشن اللي تليها وين بتكون؟ 4 راح تكون على العنوان زائد 4، اوكي، لانه كل انستركشن حاجز 4 بايت، فالانستركشن اللي تليها بتفرق عنها 4 بايت. وبالتالي اذا الانستركشن تاعيتي مثلا واقعه على ادرس 0، اكيد الانستركشن اللي تليها راح تكون 0 زائد 4 على 4، الانستركشن اللي تليها راح تكون على 8، فبالتالي هيك بده يكون ترتيب عناوين الانستركشنز تاعتنا بالانستركشن ميموري. طيب اذا يا شباب
اول جزء من الداتا باث عندنا بالبروسيسور راح يكون هو ايش؟ راح يكون هو الانستركشن فيتش. الانستركشن فيتش شو بضمن لي؟ بضمن لي شغلتين. اول شيء انه نحصل على الانستركشن تاعيتنا من الذاكره من الانستركشن ميموري، والخطوه الثانيه البروجرام كاونتر يصير يأشر عن next instruction to be executed، يعني راح يصير يأشر على الانستركشن اللي التالي، على الانستركشن التالي، وبالتالي لازم دائما ازيده بأربعة. طيب اذا كل الانستركشن عندنا اللي من نشرحهن واللي من نبني من خلالهن الداتا باث تاعنا كلهن ببدن بالانستركشن فيتش اكيد، لانه اي برنامج يا شباب لازم يتحمل على الذاكره، والبروسيسور ببلش يعمل له فيتش ديكود اكسكيوت، فبالتالي لازم يكون عندنا الانستركشن فيتش. طيب الان لو نحكي الان عن باقي المكونات او باقي الداتا باث. طيب الان انتم بتعرفوا الار فورمات انستركشن كيف السنتكس ساحة، اخذتوه بماده الاركتكتشر. الان حطيت لكم هون مثال، اوكي مثال عليها عباره عن ايش؟ اد S1, S2, S3. هاي شو بتعمل هاي الانستركشن؟ هاي من نوع الار فورمات مش هيك؟ هاي شو بتعمل؟ بتجمع ريجستر S2 مع محتوى ريجستر S3 وبتخزن الناتج بريجستر S1. يعني الاد السنتكس تاعها ديستنيشن سورس 1 سورس 2. سورس 1 وسورس 2 هن عباره عن ايش يا شباب؟ ريجسترات، والديستنيشن عباره عن ريجستر. فلو قلت لكم الان الار فورمات انستركشن شو بحاجه لكومبوننتس، شو راح تقولوا لي؟ ريجستر 3 ريجسترز، ريجستر فايل، صح؟ راح تحتاج بالضبط. ليش ريجستر فايل؟ لان هذا هو اللي بيحتوي على الريجسترات تاعتي، فبيحتاج يقرا من الريجستر فايل. اوكي، وشو كمان بحاجه مشان يجري العمليه الحسابيه؟ بحاجه لاي ال يو، Arithmetic and Logic Unit. وبالتالي إحنا إذا بدنا نبني الـ R Format Instruction بتطلب منا Registers وبتطلب مني ALU. طيب الآن معناته رح نعمل التالي بالـ R Format: Read to Register Operand. ممتاز، يعني رح نقرأ الريجستر الأول ورح نقرأ الريجستر الثاني، أكيد رح نقرأ محتويات من Register File. الخطوة الثانية من نجري Arithmetic and Logic Operation، من نجري عملية الجمع، أوكي؟ من نجري عملية الجمع، فمين اللي بجريها؟ الـ ALU. الخطوة الثالثة رح نكتب على الإيش؟ على رح نكتب الريجستر ريزلت، وين بدنا نكتبها؟ على الريجستر فايل. فبعد ما نجري عملية الجمع بين الريجسترين، شو الخطوة اللي وراها؟ بدنا نكتب على الريجستر تاعنا، أوكي؟ وبالتالي زي ما قلت لكم رح نحتاج ريجستر فايل و ALU. الآن أكمل ريجستر عندنا بالمبس؟ عندنا 32 ريجستر، يعني جوات هذا الريجستر فايل جواته هون 32 ريجستر إلهن أسماء معينة وأكيد إلهن أرقام معينة. طيب الآن الريجستر فايل يا شباب بالبداية بدك أنت مش بدك تقرأ من ريجستر معين، فلازم تحدد رقمه، فبالتالي الريجستر فايل هذا البلوك إلو register read 1 أو read register 1 5 بت راح يكون أكيد. هذا من خلاله منحدد إحنا رقم الريجستر. طيب الآن إذا أنت مثلا حددت رقم الريجستر، مباشرة محتوى الريجستر اللي موجود عندي هون بالريجستر فايل راح ينقرأ محتوى، راح ينقرأ وين ينحط؟ على read data 1. يعني مثلا قلت له أنت بدي register رقم 10، اوكي بدي ريجستر رقم 10، مباشره راح يروح على هون ريجستر رقم 10 يقرا محتوياته، وين يحطها؟ على ريد داتا 1. طيب وكمان بما انه ممكن نقرا من الريجستر فايل، ممكن نقرا يعني ريجسترين ات ذا سيم تايم، معناته بهاي الحاله بيكون عندنا برضه ريد ريجستر 2، ريد ريجستر 2 برضه 5 بت، لانه احنا راح هذا يحدد لي رقم ريجستر واحد من الريجسترات ال 32 اللي موجودات داخل الريجستر فايل. برضه احنا بنحدد رقمه على الانبوت، بيجي محتوى بيطلع وين بنعرض محتوى هذا الريجستر؟ بيطلع على ريد داتا 2.
اوكي. فبالتالي مجرد انت ما حددت الريجسترات محتويات بيطلعن على ريد داتا 1 وعلى ريد داتا 2. تمام. الان بعد هيك يا شباب اوكي بحاجه بالريجستر فايل، بحاجه انه نكتب على ريجستر، يعني زي ما انتم ملاحظين بهذا المثال الامامي قريت من S2 وقرات من S3. طبعا هاي معناته انه راح نحط هنا S2 وهو راح نحط S3، طبعا مش S2 S3، راح نحط رقمهن اوكي. وهذا بيكون بالانستركشن فورمات تاعتنا. فبالتالي بالS2 بالS3 هذول بيكون جايات من الانستركشن. الان راح نحددهن احنا بريد ريجستر 1 وريد ريجستر 2، فمباشره محتويات الS2 راح ينحطن على ريد داتا، ريد داتا 1، ومحتويات الS3 راح ينحطن وين؟ على ريد داتا 2. الآن كمان بهمنا بالريجستر فايل يا شباب على وين بدنا نكتب، فبالتالي لازم نحدد الريجستر اللي بدنا نكتب عليه. فبالتالي هون في عندي خمسة لاين اوكي، هذول اسمه يعني بس خمسة بت اوكي، هذا اسمه رايت ريجستر اوكي، هذا بيحدد رقم الريجستر اللي بدنا نكتب عليه، لانه النتيجة بدنا نكتبها على ريجستر فايل في بعض الانستركشن، وبالتالي بنحدد وين بدنا نكتب. طيب سؤال، الداتا اللي بدنا نكتبها وينها؟ هيها هون تحدد، راح تيجي لي الداتا وتدخل لي على الرايت داتا. طب سؤال هون، هذا الباص كم من بت الرايت داتا؟ 6. كم؟ لا ما الصوت 5 بت. الرايت ريجستر هذا بيحدد لي اي على اي ريجستر بدي اكتب، وبما انه انا هون عندي 32 ريجستر معناها بحاجه لخمسة بت، يعني هذا بيعطيني رقم. اما هاي الداتا اللي بدي اكتبها جوا 16 يا مهندس 16 لا مش 16 32 هاي بحسب طبعا هي الفورمات، هاي بحسب، هاي بحسب حجم الريجستر الجوا. إذا ريجستر جوا 32 فبدي يكون 32، وإحنا هنا الريجسترات حجمها 32 بشكل عام، وبالتالي الرايت داتا هو 32. ونفس الشيء الريد داتا 1 والريد داتا 2، قديش يضل حجمها يا شباب؟ أو البص هذا قديش الويث تاعه؟ هذا محتوى الريجستر بيحتوي مش هيك؟ وبالتالي قديش بده يكون حجمه؟ برضه 32 بت. شو رأيكم؟ صح؟ ايش هي بالضبط يعني شو راح تكون قيمتها؟ ايش هاي اللي هي ريد داتا 1؟ لا رايت داتا، ايش راح تكون قيمة بالضبط؟ هاي بتيجي من وين؟ من يعني بتيجي من لاحقا راح نحكي عنها، راح تيجي مثلا زي عندنا هنا بالاد تاعيتي، هاي راح تجيني من ناتج عمليه ايش؟ الجمع. يعني مثلا هنا مش جمعنا S2 S3، وين الناتج بدنا نخزنه؟ بالS1. هسه هذا الناتج بيجيني من وين؟ من الاي ال يو، بيجيني من الاي ال يو هيك بشكل عام طبعا اوكي، بيجيني من الاي ال يو، هذا ناتج عمليه الجمع. فالان بكل بساطه ناتج عمليه الجمع اللي اجى من الريد داتا 1 واللي اجى من الريد داتا 2 اوكي، اللي هو ناتج يعني اس 2 واس 3 اوكي، راح يرجع لي هون هيك، وراح يروح وين؟ على الداتا. هسه احنا شو بنيجي بنعمل؟ بنحط هون على الرايت ريجستر بنحط الكود تاع مين؟ S1، وبنقول له register write، هاي signal تجي من الكنترول يونت. فالآن لما الريجستر فايل يشوف انه العملية write، شو بيعمل؟ بيطلع على وين بده يعمل write؟ على S1. ممتاز، معناها الآن بروح على S1. شو بده يعمل عليه write؟ اللي هو محتوى الداتا. فالآن رح يقرأ محتوى الداتا وين يكتبه؟ على الريجستر اللي رقمه S1. شو رايكم؟ يعني خليني بس مش مشكله، خليني يعني ننظف هاي مره ثانيه ونشوف كيف ممكن نشبكها احنا. شوفوا يا شباب، الان لو قلنا اد اس 1 اس 2 اس 3، هاي راح تجمع لي اس 2 مع اس 3 وتخزن الناتج ب اس 1، معناها بالار فورمات. شو راح نعمل؟ شو بحاجه؟ طلعوا لي بحاجه انه نقرا الريجستر فايل، راح نقرا ريجستر من الريجستر فايل، وراح نقرا محتوى
ريجستر ثاني اللي هو الاس 3 من الريجستر 5. نجمع هذول المحتويين ونخزن الناتج وين؟ بالريجستر اس 1 اللي موجود بالريجستر 5. يعني جوا الريجستر فايل في عندنا عدد من الريجستر حجمهن 32 بت، عددهم 32، لهيك احنا بحاجه ل 5 بت. طيب الان لو قلت لكم يلا اشبكوا لي الريجستر فايل مع الاي ال يو، لو احنا فقط يعني بنحكي عن الار فورمات، لو بس بنحكي عن الار فورمات، راح تقولوا لي كالتالي: هون هذا بيجي لي من الانستركشن تاعتي، هذا بيجي لنا من الانستركشن. طبعا هذا الار فورمات من الانستركشن اللي هو الار اس، تجي من الار اس اي الاولى، الثاني هذا من الار تي، والار دي بيجيها من هون اللي هو الار ديستنيشن. طيب على كل حال خليها شوي الان. اذا على هاي بنحدد الريجستر، على الهاي بنحدد السورس الاول، على هاي هون السورس الثاني، وهاي بنحدد الديستنيشن، هاي الاول الثاني الديستنيشن. طيب الان شو هون بنحدد على الار اس يا شباب؟ اللي هو الاس 2، فبنعطيه رقم الاس 2 هون. وهون بنعطيه على ريد ريجستر 2 بنعطيه رقم الاس، اوكي الاس 3. طبعا كل ريجستر هذول السيف ادرس، كل واحد له رقم وخمس بت معروفه هاي، اوكي. والار دي شو بحدد عليه؟ الاس 1 اللي هو رقم الاس 1، تمام. طيب الان إذا أنا حددت على الريجستر فايل هاي الأشياء، شو راح يصير؟ بتعرفوا شو راح يصير؟ مباشرة محتوى هاي على ريد، الآن راح الريجستر فايل لما يلاقي هون S2 راح يروح يدور على الS2 هون حسب رقمه ويطلع لي محتوى، أوكي هون. يعني هون شو بده يحتوي يا شباب؟ المحتوى تاع S1. وعلى ريد داتا 2 راح يحتوي على 32 بت اللي هي محتوى الS3، محتوى الاس 3. طيب من نجمعهم معناها هاي المحتويات بنوديهن وين؟ على الاي ال يو. فبتيجي الاي ال يو بتجمع المحتويات وبتطلع النتيجه. طبعا شو بنودي للاي ال يو اوبريشن؟ بنودي لها انه اعملي لي اد، يعني اعملي لي جمع، لان هالاي ال يو ممكن تعمل اكثر من اوبريشن. طيب شفتوا هيك بالمراحل هاي بتمر النتيجه اللي بتطلع، شو بعمل فيها الان؟ بدي اخزنها بالاس 1. ممتاز، معناها النتيجه اللي بتترجع هاي راح تكون قديش؟ 32 بت ناتج عمليه جمع تو ريجستر. فالنتيجه اللي بترجع وين بوديها؟ على الداتا. تيجي الكنترول يونت بتصدر امر ريجستر رايت. شو بيجي امر هذا؟ واحد. طبعا هاي 1 بت، ماشي. الان النتيجه اللي رجعت لي راح تروح على الرايت داتا، مشيت. الان لما يجي امر رايت مباشره الريجستر فايل على شو بتطلع؟ بتطلع على الريجستر الرايت ريجستر. فشو راح يلاقي عليه؟ اس 1، معناها راح يكتب على اس 1. شو راح يكتب على اس 1؟ بتطلع الريجستر رايت على محتوى الرايت داتا اللي هو على هاي، يعني اللي هو على ناتج جمع الاي ال يو. فمباشره بيجي الريجستر فايل بيقرا المحتويات اللي موجوده على الريجستر، المحتويات عفوا اللي موجوده على البص هذا، وبكتب لي اياها وين؟ على الريجستر اللي اسمه اس 1 اللي موجود داخل الريجستر فايل. هيك بصير بالتفصيل. شو رايكم شباب؟ تمام؟ بالله شوي يعني الموضوع لازم نفهمه من الان. يعني هيك فعليا بصير. اي سؤال؟ تمام. الان إذن بعد ما عرفنا إنه الار فورمات انستركشن بحاجة لريجستر فايل وبحاجة لاي ال يو، الآن خلينا نشوف باقي الانستركشن تاعاتنا ايش بتحتاج لكومبوننتس، لأنه احنا بدنا نبني زي ما قلت لكم من الأول، بدنا نبني الداتا باث تاع البروسيسور تاعي. طيب الآن
بدنا نحكي عن اللود والستور انستركشن ونشوف شو كيف بتنفذن وشو بحاجه. اوكي انا هون شو عملت، حطيت لكم مثال بس مشان نشوف كيف بيشتغلن. طلعوا هنا عندي هاي مثال على اللود انستركشن، خلينا نشوف شو بحاجه لايش وكيف بتشتغل. راح نكتب لود او ستور اس 1 حدد له ريجستر فاصله 20 بين قوسين اوف اس 2. هاي عبارة عن شو؟ هاي عبارة عن ميموري، رح كيف تتنفذ؟ ميموري اوف اس 2 زائد 20 مش هيك؟ وين بخزن الناتج؟ بالاس 1. طيب لو قلت لكم والله شو بحاجة لكومبوننت احنا هون؟ يعني ايش اشياء كومبوننت بحاجة لها مشان نعمل عملية اللود او عملية الستور؟ دكتور بحاجه للال يو عشان احسب الافكتيف ادرس. ايوه اذا تمام ممتاز، اذا بحاجه لاي ال يو حتى احسب الافكتيف ادرس، يعني حتى اعمل عمليه الجمع. ممتاز، الاي ال يو حكينا عنها قبل شوي موجوده. تمام اذا خلينا نكتب هون، اذا بحاجه لاي ال يو. طيب شو كمان بحاجه لكومبوننتس او لاليمنت بالداتا باث دكتور؟ ريجستر فايل بحاجه برضه لريجستر فايل بالضبط، لانه هيو بدي اكتب النتيجه باللود باللود بدنا نقرا من الذاكره ونخزن بريجستر، وبالستور بدنا نقرا من ريجستر ونخزن بالذاكره. يعني راح نروح، يعني احنا راح نحتاج لمين؟ لريجستر بدي اسميه ار فايل، والريجستر فايل اللي هو عباره عن كومبوننت فيها ريجسترات شرحناها قبل شوي يعني موجوده. طيب لشو كمان بدنا نحتاج؟ لميموري صح؟ مش بدنا نقرا من ميموري يا شباب او بدنا نكتب على ذاكره، هاي داتا ميموري يعني للرامات، وبالتالي بحاجه لداتا ميموري. هاي الميموري بتفرق عن البروجرام ميموري، هذيك ريد اونلي، هاي ريد ورايت اوكي، وبالتالي بحاجه لميموري. هاي ميموري صح؟ طيب الميموري تاعتي لو قلت لكم شو مكوناتها؟ راح تقولوا لي لها ادرس باس، لها رايت داتا او داتا باس اوكي، او خلينا نقول رايت داتا، ولها ريد داتا يعني لها ريد ورايت داتا، ولها تو سيجنال ميموري رايت وميموري ريد مش هيك؟ طيب كيف بتشتغل هاي بس مشان نكون فاهمين كل المواضيع؟ الآن لو قلت لكم اقرأوا لي من هاي الذاكرة، اقرأوا لي خلية، خلية معينة، طبعا هاي ذاكرة يعني كأنها أري، جوا عبارة عن أري خلايا، كل خلية لها عنوان وكل خلية لها محتوى. لو قلت لكم بدنا نقرأ من هاي الإيش الذاكرة، شو راح تحكوا لي والله يا شباب؟ راح تقولوا لي أول إشي شو بدنا نعمل؟ بدنا نقرأ، بنحط الأدرس، ادرس خليل الخلية اللي بدنا نقرأ منها. بعدين شو بنعطي امر ايش؟ امر ريد بس. الان المباشرة الميموري شو راح تعمل؟ راح تروح على الخلية اللي العنوان تاعها محدد بالادرس وتطلع لي المحتوى هاي الخلية وين تحط، تطلع لي اياه على الريد داتا، يعني تطلع لي اياه على البص اللي هو تاع هاي الميموري. هيك بنكون احنا عملنا عملية ريد. طيب لو قلت لكم بدي رايت، الرايت يا شباب شو لازم اعمل؟ يكون ستور صح دكتور؟ زي الستور يعني بدي اعمل رايت، فشو يعني شو بدي اعطي الميموري؟ بالضبط زي الستور. فشو لازم اعطي الميموري؟ لازم اول شيء احدد على الادرس، يعني احدد الخليه اللي بدي اكتب عليها، فلازم احدد عنوانها. فمنحدد على الادرس الخليه تاعتي او عنوان الخليه تاعتي. كمان انا كمان بدي اكتب، طب الداتا اللي بدي اكتبها لازم اعطيها مسبقا لمين؟ للميموري، فلازم احط الداتا على الرايت داتا. بعدين شو بعمل؟ بصدر امر ميموري رايت. فالميموري تاعتي، الميموري تاعتي لما تلاقي ادرس ورايت داتا وامر ميموري رايت مباشره راح تكتب الداتا تاعاتي اللي موجوده هون على الخليه
اللي عنوانها محدد وين؟ على اللي عنوانها محدد بهذا الادرس. فرح نيجي نكتب المحتويات ونخزنهن بالميموري، وبهيك بكون انا خزنت. اوكي، وبالتالي هاي هيك الميموري بتشتغل، وبالتالي لازم تكون ايش فاهمين هاي النقطه. طيب اذا قلتوا لي اذا عملنا لود او عملنا ستور بحاجه لاي ال يو، اتفقنا هاي بحاجه لميموري وبحاجه لريجستر فايل. اذا اي ال يو ريجستر فايل وميموري، هاي الميموري. طب شو كمان بحاجه؟ شو هاي الساين اكستند؟ اكستند دكتور ليش؟ لانه شو اسمه 16 بت بدك تحول الناتج ده 32، لازم تاخذ اخر بت وتكررها. ايوه ممتاز، اللي هي خلينا نكون يعني بالضبط. خليني بس اقول لكم شو بصير، انتبهوا عليه بالله. الان في هون جمع شايفينه، هذا الجمع بين رقمين، رقم الاس 2 هذا ريجستر. قديش حجم الريجستر هذا اتفقنا عليه قلنا او قلنا عنه؟ قديش سعته؟ سعته 32 بت صح؟ شيك ريجستر سيف 2 هذا اس 2 32، وال20 هذا رقم جاي من وين؟ من الانستركشن تاعيتي. وقديش حجمه؟ هيا طلعوا تحت هون حجمه 16 بت. فمن نجمع الان رقم 32 بت مع رقم 16 بت، لازم يكون 32 مع 32. فشو بنيجي بنعمل؟ بنعمل ساين اكستند لل20 تاعيتي هاي او لل16 بت، احنا بشكل عام بس هنا كمثال 20. اوكي، وبالتالي لازم نعمل ساين اكستند، لانه ما بصير تجمع رقمين مش نفس الطول. طبعا ليش ساين اكستند؟ يعني بناخذ اخر اشاره وبننسخها على الباقي. طب سؤال ليش؟ لانه الرقم اذا موجب مشان يظل موجب، واذا الرقم اخره واحد وسالب اذا حطيت له وحدات بيظلوا نفس الرقم وسالب. يعني انت فعليا ما بتغير قيمته، بس اكيد لازم نعمل له ساين اكستند مشان يتوافق عمليه الجمع مع الاثنين. اذا لا، هاي الساين اكستند لمين يا شباب؟ لا، للادرس هذا اللي هو هون عندنا مثال 20، هو اللي بنعمل له ساين اكستند. طيب سؤال، مين حكى لي انه لازم بحاجه احنا لاي ال يو مشان يجمع لي او مشان يحسب لي الافكتيف ادرس؟ اوكي، حكيتوا لي انتوا انه لازم نجمع الاس 2 مع ال 20 صح؟ بحاجه لاي ال يو، اتفقنا عليها. طب الساين اكستند قبل الاي ال يو ولا بعد الاي ال يو؟ بعد الاي ال يو. لا قبل يا دكتور، قبل الاي ال يو. قبل لانه من نجمع، مش من نجمع، من نجمع اس 2، من نجمع اس 2 مع الساين اكستند لمين؟ للادرس او لل 20. يعني صح. اوكي، يعني بنعمل ساين اكستند بعدين كم نجمع، وبالتالي بدنا نعمل ساين اكستند. اذا اللود ستور انستركشن يا شباب بحاجه لهاي المكونات، تمام؟ طيب اوكي، الان هو بس لو مثال تعطينا بس اذا ممكن. مثال، تمام يا تمام يا هياجنا، بس ثواني. الان لو قلت لكم يلا خلينا ننفذ هاي اللود، نشوف كيف بتتنفذ على المكونات اللي موجوده امامي. بالبدايه خليني اشبك المكونات. طيب بتلاحظوا لازم شو نعمل؟ اول شيء لازم نقرا، اوكي، يعني لازم نجمع، عفوا لازم نجمع مش نحسب الافكتيف ادرس للميموري تاعتي. فلازم اجمع محتوى الاس 2 من الذاكره مع مين؟ مع الساين اكستند تبع ال 20. ممتاز، الان معناته بتجيب الادرس اللي بالانستركشن تاعتي، هذا بيجيني من الانستركشن تاعتي هذا الادرس، وبفوته على الساين اكستند، وبجيب الاس 2، الاس 2 ماشي، وين بدخلها؟ بجيب الاس 2 من الفايل تاعي وبدخلها على الاي ال يو صح؟ وشو بعمل؟ وبجمعهن مع بعض، فبالتالي راح نيجي نجمعهن باستخدام الاي ال يو، والاوبريشن شو راح تكون هون عندي؟ اد.
صح؟ شو رايكم؟ اذا هاي اول نقطه. هسه شو راح يطلع على الاي ال يو ريزلت؟ يلا احكوا لي بالله انتم يا شباب على الاي ال يو ريزلت شو راح يطلع؟ هون الافكتيف ادرس مهندس. بالضبط الافكتيف ادرس اللي هو حاصل جمع الاس 2 من الريجستر فايل، طبعا هذا قارئينه قراءه احنا، مع جمع اللي هو الساين اكستنت تبع الادرس اللي مخزن وين بالانستركشن تاعتي اللي هو الادرس. طبعا هذا بيكون جاي من عمليه الفيتشنج هاي الانستركشن ترى، فبعملها ساين اكستنت وبجمعها. هذا وين؟ هذا بيكون افكتيف ادرس. شو معنى افكتيف ادرس؟ يعني بنوديه وين؟ على الادرس تاع الداتا ميموري. هذا معنى الافكتيف ادرس. تمام؟ طيب شو ظل هسه؟ هسه راح يجي من الكنترول يونت امر ريد، مش هيك؟ طبعا انا بعمل اللود. اوكي؟ الان يا شباب زي ما حكينا، اذا بنحسب بعد ما حسبنا الافكتيف ادرس، اوكي، والاي ال يو هي اللي حسبت الافكتيف ادرس، الخطوه اللي وراها زي ما قلنا اوكي باللود. اوكي راح الان محتوى الميموري تاعيتي اوكي اللي قرانا اللي عملنا له لود، وين راح نخزنه؟ بالريجستر فايل. طيب يلا شو بتتوقعوا هسه اكمال الكونكشن تاعيتي لللود؟ اقرا الريد داتا، صح؟ هسه راح ينقرأ الداتا تاعيتي، وين ببعثها؟ على الريجستر فايل، على الريجستر فايل. مش بدي اكتب الان. احنا شوفوا احنا الاي ال يو حسبت لي هاي، والميموري اوف هذا الرقم هذا شايفينه اوكي، هذا اللي اجى هنا، هذا عباره عن عمليه الريد هاي. يعني احنا لحديت هاي النقطه اوكي، احنا هاي النقطه بكون احنا جهزنا الداتا وحطيناها على هذا البص. الخطوة اللي وراها بعد ما قرأنا الداتا بدنا نكتبه على مين؟ على الاس 1. فاصلا احنا مسبقا بنكون حاطين على الرايت ريجستر اللي هو الاس 1. اوكي؟ وبنيجي هسه بنعطي امر ايش؟ ريجستر رايت. فبالتالي لما نعمل ريجستر رايت الان محتوى الرايت داتا اللي هو محتوى الميموري، اوكي، الخليه بالميموري اللي قرأناها راح يتخزن بالريجستر فايل على اي ريجستر اللي رقمه محدد بأس 1. اوكي؟ بهيك يا شباب انا بكون كتبت على الريجستر تاعي. تمام؟ شو بها شو رايك؟ تمام؟ اذا هاي هي الكونكشن تاعتي شباب اللي هي اللود تاعتنا، والستور على نفس المبدا راح تكون اكيد. طيب اوكي، الان خلينا نشوف شو المكونات اللي راحين نحتاجها او الكومبوننت بحاله البرانش. طيب انا حاطه مثال اوكي، وبدنا نشوف شو الاشياء اللي احنا بحاجه الها بحاله البرانش. هذا مثال برانش ايكوال اس 1 اس 2 25. هاي كيف بتتنفذ؟ if s1 equal equal s2 go to bc زائد 4 زائد 100. يلا شو بحاجة يا شباب لمكونات؟ احكوا لي بالله. لا ما سمعت ايش؟ في اي ال يو اكيد عشان نقارن. بحاجه لاي ال يو مشان نعمل عمليه. اوكي بحاجه لاي ال يو مشان المقارنه، نعرف هل ايكوال ايكوال ولا مش ايكوال ايكوال. تمام. طيب كمان ريجستر فايل، بحاجه لريجستر فايل بالضبط، لانه هيو في عندي هون مثلا ار 1 وار 2 فبدي اقرا محتويات، فبالتالي بحاجه لريجستر فايل. كمان
مهندس بدي شيفت يونت عشان الرقم اللي بيكون اللي هي الاوفست اضربها بأربعة اعمل لها شيفت مرتين. ايوه يعني هذا الرقم بالضبط، هذا الرقم بدنا نعمل له شيفت مرتين، وبالتالي بحاجه لايش؟ لا خلينا نقول لشيفت شيفت يونت. اوكي ومهندس وبتلزمني اليو ثانيه، ترى مش شيفت معقده هاي، راح تكون هاي وايرنج بس يعني اصعب نشوفها، بس بحاجه لشيفت بمقدار اثنين. وبدي اليو ثاني مهندس عشان احسب الافكتيف ادرس. هذا المحتوى وين نحط؟ بي سي زائد 4 زائد 100 بدنا نحطه بالبي سي، بنحطه بالبروجرام كاونتر صح؟ يعني فعليا اذا اس 1 ايكوال ايكوال اس 2 البروجرام كاونتر الجديد بيساوي البروجرام كاونتر زائد 4 زائد 100. هسه البروجرام كاونتر زائد 4 معموله هاي متذكرينها وين؟ بالفتش صح؟ معموله بالفتش، زدنا 4، وبالتالي احنا الان بحاجه لايش؟ لادر، بحاجه لادر اللي هو ادر مشان يجمع لي المين البروجرام كاونتر اللي زائد 4 مع مين؟ مع المية اللي هو مع هاي المية اللي هون اللي هو هذا الادرس، بس معمول له شيفت مرتين. طيب بحاجة لإشي ثاني؟ طيب طلعوا لي هنا خلينا نشوف الرسمة أحسن، هيها قدامنا. إذن بحاجة لرجستر فايل، بحاجة لALU مشان تفحص لي الإيكوال، هذا الزيرو هاي بتكون طالعة مشان على البرانش كنترول لوجيك مشان تحدد انه ايكوال او مش ايكوال. اوكي اذا بحاجه للريجستر فايل مشان اقرا الريجستر الاول ومحتوى الريجستر الثاني، بفوتن على ALU وبقارن بيناتهم. قلتوا لي بحاجه لادر مشان يجمع لي ايش؟ مشان يجمع لي البي سي زائد 4 مع مين؟ مع الادرس. اوكي هيو مع البي سي زائد 4 مع المية. هذا الادرس 16 بت، بس لازم اعمل له ساين اكستند تمام، بعدينك بعمل له شيفت، شيفت باي 2، شيفت ليفت باي 2 اكيد. وبالتالي بهاي الحاله بكون انا حسبت البرانش تارجت، يعني هاي هي المكونات اللي احنا بحاجه لها وين؟ بالبرانش. طيب اذا ايه اليو موجوده، اتفقنا عليها زمان، الريجستر فايل موجود، شيفت باي 2 من نجيبه؟ ايش يجمع لي 4؟ بحاجه لادر صغير يجمع لي البروجرام كاونتر مع البروجرام كاونتر زائد 4 يجمع لي اياه مع مين؟ مع الادرس اللي موجود بالبرانش، يعني هون 25 هاي يا شباب ماشي 25. شو بنعمل لها؟ بنعملها ساين اكستند، بعدينك ساين اكستند لانها عباره عن 16 بت، نعملها ساين اكستند، وبعدينك بعد ما نعملها ساين اكستند شو نعمل؟ ساين اكستند بعدينك بعملها شيفت باي 2، يعني 25 ساين اكستندها 25، ترى شيفت باي 2 اضربه بأربعة هيك معناها، فبالتالي راح تصير 100، وبالتالي على الادر لازم اودي 100، فبالتالي لازم اعمل هنا لا هذا الادرس بعمل له ساين اكستند مشان يحتفظ باشارته ساين اكستند، بعد اينك بعمل له شيفت باي 2. ليش شيفت باي 2؟ بعدينك بوديه على الاي ال يو. شباب ليش يعني ليش البرانش ايكوال؟ ما احنا حاطين 25، ليش ما هون حط لي 25؟ مش لانه مهندس هذول عدد وورد مش عدد بايت، 25 عدد الورد اللي بدي انتقلهم جوا الميموري. والورده كم من بايت؟ 4 بايت. 4 بايت. وبالتالي بدي معناته انت بالضبط الان معناته راح يكون عند ال 25 لازم تتحول ل 100. طيب 25 شو معناه؟ يعني كرقم. هذا معناه انه انا بدي اعمل برانش. طبعا متى اعمل برانش؟ ايكوال اذا اس 1 ايكوال اس 2.
لوين بدي اعمل برانش؟ لانستركشن تبعد عن انستركشن تاعيتي 25 انستركشن. هيك منطقها ترى. يعني البرانش ايكوال برانش، يعني شو برانش؟ جمب يعني، مش جمب يعني برانش يعني اقفز او روح او اعمل برانش او فرع، هيك يعني تفريع. لوين بدي افرع؟ اذا اس1 ايكوال اس2 هذا شرطنا من نفرع، فرعوا لي لوين؟ لا الانستركشن اللي تبعد عن الانستركشن تاعيتي او عن النكست انستركشن تاعيتي تبعد 25 انستركشن. وانتم بتعرفوا طول الانستركشن الواحد 4، وبالتالي لما ينحسب الافكتيف ادرس راح يكون ايش؟ 25 ضرب 4 راح تكون 100. فبالتالي لما تنحسب راح تنحسب كمية، صح؟ اسال لو سالتك هاي انستركشن وهاي انستركشن وهاي انستركشن، هاي الانستركشن على 0 وهاي على 4 وهاي على 8 اكيد هذول الانستركشن يا شباب. هاي انستركشن 1 هاي 2 هاي 3. لو قلت لكم هاي الانستركشن قديش تبعد عن هاي الانستركشن اللي هون؟ تبعد الاولى قديش تبعد عن هاي وعن هاي؟ تبعد 4 ثاني 8 باي. هاي تبعد عن هاي 4 وعن هاي 4، معناها تبعد عنها قديش؟ لا بدنا مثال احسن. لو قلت لكم هاي الانستركشن مشان يكون يعني اوضح، عفوا هاي الانستركشن اللي هون انستركشن 2 قديش تبعد عن انستركشن 3؟ انستركشن 4 انستركشن 2 على 4 واقعه وانستركشن 3 على 3، فهاي تبعد عنها 8 ناقص 4 او خطوه واحده اللي هو عباره عن 4 بايت. فبالتالي هذا الرقم بيعبر عن قديش تبعد الانستركشن تاعيتي عن مين؟ عن او الانستركشن اللي بدي اعمل عليه اروح عليها قديش تبعد عن الانستركشن تاعتي. اوكي اذا هاي شباب فيما يتعلق بالبرانش انستركشن وشو بتحتاج. وبالتالي البرانش انستركشن بناء عليه راح تحتاج الاشياء التاليه زي ما حكينا: ريجستر فايل مشان اقرا محتوى اس1 ومحتوى اس2. فبالتالي راح اودي مثلا هنا اس1 وراح اودي هنا اس2، واذا محتوى الان راح اودي رقم اس1 ورقم اس2. طبعا من وين بيجيني؟ من الانستركشن هذا. فالان محتوى الاس1 راح يجي لهون محتوى الريجستر، ومحتوى الاس2 راح يجيني لهون. الان الاي ال يو راح تشتغل فراح تحدد انه برانش ايكوال او مش برانش ايكوال، تمام. كمان النقطه الثانيه اللي لازم نعملها لازم نحسب الإفكتيف أدرس. فأنا هون عندي أدرس 015 منه بحسب الإفكتيف أدرس. طبعا هون راح يكون هون 25 مخزنة. فكيف بحسبها؟ كل بساطة من الإنستركشن تاعيتي من هون يعني من هذا الجزء اللي هو من 0 ل 15 بعمل له ساين إكستنت. هيك حفظت بإشارته. فال 25 اللي إجتني بالمثال السابق صفت هون 25 يعني، بس هون 16 بت وهون 32 بت. الان 25 بتتفوت هون بدي اخليها 100 فبعملها شيفت باي 2 فبتيجي هون 100، لانه الرقم زي ما قلنا اللي بالانستركشن هو عباره عن الازاحه البعد، فلازم نحوله احنا لادرس فعلي. اوكي، ولانه الانستركشنز تاعتنا يحسب بطولها 4 بايت كل انستركشن، معناته لازم نقول 25 في 4 فراح تطلع لي 100، تمام. الان اذا راح اجمع حسب هون بي سي زائد 4 زائد 100، ال 100 هيها جاهزه، فالادر تاعي راح تجيب البي سي زائد 4. طب من وين هاي البي سي زائد 4؟ متذكرين الفيتش؟ هيها بدي ارجع على الفيتش، هيها الفيتش. الفيتش اصلا هنا جاييني او طالع لي بي سي زائد 4، فباخذها من وين؟ باخذها من البي سي زائد 4 من اللي بعد الادر. دكتور اها، بس مش شلون ناخذ قيمه البي سي بس؟ ان انا اصلا مضيوف وحاطه بال حاطين الاربعه معها. احنا احنا هون بناخذ البي سي زائد 4 بنجذب البرانش، مش الاصل تاخذ البي سي زائد بس بي سي لحالها، لانها اصلا مجموع الاربعه محطوط فيها.
من الخطوة الأولى من الفتش. لا لحظة شوي. إحنا لحظة هسا إحنا فعليا اللي خلال الانستركشن تاعيتنا خلال الانستركشن تاعيتنا هاي أوكي بيكون البي سي بيكون البي سي اللي هون هو بي سي زائد أربعة. فأنا لو إيش أخزنه طلع البي سي حاليا هنا البي سي الطبيعي هون زائد أربعة. فأنا ليش أروح أجي أخزنه هون بعدينك أخذ الناتج من هون بطول أحالي؟ لا أخذه مباشرة من هون مو جاهز أصلا بعد الأدر يا شيك شيك يا ابنة. دكتور وصلت. يعني هو صح اللي أنت قلته بس هيك راح أستهلك وقت إضافي لأنه الأد بتتكون مجهز البي سي زائد أربعة والبي سي بيكون بعده مش محطوط في يعني مش مخزن فيه البي سي زائد أربعة أو مضاف إلى أربعة. فليش إحنا نخزن وبعد ما نخزن نقرأ منه؟ لا ما هو أصلاً هون جاهز فبالتالي بأخذ النتيجة من هون مباشرة فيش داعي نطول أحنا الطريق. خلينا نرجع لشغلنا هنا. فالبي سي زائد أربعة هي جاهز من الآدر فبالتالي الصم هذا أو الآدر هذا رح يجمع لي ويطلع لي البرانش تارجت. طب الجزء واحد يقول لي وين البرانش؟ هسا مين اللي بتحكم بالموضوع كله؟ الكنترول يونت. احنا اهم شيء نجهز الكومبوننت تاعات البرانش فبالتالي هاي الكومبوننت تاعات البرانش وهيك مشبوكه مع بعض. تمام. الان بهاي الحاله بيكون احنا حكينا عن البرانش انستركشن وحكينا عن اللود ستور انستركشن وشو بدها مكونات وحكينا عن الـ R format instruction وشو بدها مكونات وكيف وصلاتها موجودة مع بعضها البعض. تمام؟ لكن بدنا ننتبه هاي بروسيسور واحد فهاي الأجزاء كلها منا إيش نشبكها مع بعض. طيب الساعة في بعض الشبكات جاهزة. كيف يعني جاهزة؟ طلعوا لي الـ ALU تاعي هذا شايفينه؟ من وين جاي الكونكشن تاعه؟ من read data 1. طبعا انتبهوا من ريد داتا 1 بالبرانش ترى ومن ريد داتا 1 باللود وبالستور وكمان ترى من ريد داتا 1 تاعت الار فورمات. فهاي الشبكه جاهزه بس احنا هاي الاشياء بدنا نشبكها مع بعض. اتفقنا بدنا نعمل بروسيسر احنا حددنا المكونات هسه عم نشبكهم مع بعض. لكن في بعض الكومبوننت الانبوت تاعها بيختلف. فطلعوا بالبرانش من وين بيجيني السكند اوبرند للاي ال يو؟ بيجيني من الريد داتا 2. اما باللود السكند اوبرند تاع الاي ال يو من وين بيجيني؟ من الساين اكستن تبع الادرس. وكمان هون بالار فورمات السكند اوبرند تاع الاي ال يو بيجيني من الريد داتا 2. يعني اذا شو او شو يعني هون والله راح يخطر ببالكم انه الاي ال يو راح يجي منها اما راح يجي من الريد مش لازم نشبك ماكس هون عشان يحدد. ايوه بالضبط هذا اللي راح نعمله. احسنت بالضبط هذا اللي راح نعمله وراح نحتاجه. فاذا بتلاحظوا انا طبعا انتبهوا انا شو بعمل قاعد بحلل. فانا اول شيء الار انستركشن حددت شو بدها البرانش حددت شو بدها اللود والستور حددت شو بدها كومبوننت وشبكتهم مع بعض. بس لحظه هاي هذا بروسيسر راح يشتغل على كل الانستركشن فبدي ادمج هاي المحتويات. الان الاشياء الثابته زي هاي عادي ممتاز. لكن بالنسبه للاي ال يو سكند اوبرنت مره من الريد داتا 2 مره من السكند اوبرنت من الساين اكستنت تبع الادرس والبرانش برضه من الريد داتا 2. طيب معناته مره راح يكون من الريد داتا 2 بناء عليه ومره راح يكون من مين؟ من الساين اكستنت تبع الادرس. فشو حكيتوا لي انتم؟ شو معناته هون راح لما بدنا نشبك هاي نشبكن مع بعض كيف راح نشبكن؟ اكيد قلتوا لي راح نحتاج ماكس صح؟ فراح نحتاج اذا عند السكند اوبرنت هون راح نحتاج ماكس وهذا الماكس يكون له انبوت من الريد داتا 2 والانبوت الثاني من مين؟ من الساين اكستند تاع الادرس
ويكون له كنترول اكيد راح يحدد حسب طبعا الانستركشن. اذا الانستركشن تاعتي لود ستور راح المكس يفوت لي الساين اكستند. اذا الانستركشن تاعتي برانش او ار فورمات راح يختار لي الانبوت تاع مين الريد داتا تو. صح. اذا بعد ما حددنا المكونات الخطوه اللي وراها شو بنيجي بنعمل يا شباب؟ بدنا نعمل كومبوزنج للاليمنت مع بعضهن البعض، بدنا نشبك محتويات مع بعضها البعض. بس بدنا ننتبه انه وين ما في سورس مصدر بيدخله مصدر بفوته ديفرنت او يعني مصدر بفوته اكثر من انبوت، شو لازم نستخدم؟ لازم نستخدم مالتيبلكسرز. خليني اورجيكم الان الرسمه بعد ما نعمل كومبوزنج. اوكي الان بعد ما عملنا كومبوزنج بين الار فورمات بين الار تايب وبين اللود والستور، اوكي هذول انا بس عملت بين الار فورمات والار تايب وبين اللود والستور وبين البرانش كمان، راح تطلع معايا اوكي راح تطلع معايا الرسمه زي ما انتم شايفين. طبعا هاي مش كامله، هسه عم نشوفها كامله. فلاحظوا الـ ALU زي تونا ما اتفقنا، إما إله سورسين، إما read data to وإما مين sign extent، تو هاي اللي ورجيتكم إياها اللي جاييني من وين؟ من الانستركشن اللي هو هاي. هاي تمام؟ تجيني من الانستركشن أكيد. فبالتالي طبعا بناء عليه راح يكون هذا الهاي ماكس راح يكون له كنترول، مش هيك؟ فراح نعمل كنترول اسمه ALU source، وهذا راح يحدد لي السورس تبع مين؟ تبع الـ ALU. طب بناء عليه اذا الكنترول هاي صفر كانت، معناها مين راح يفوت على الـ ALU؟ الاوبرند الثاني، هذا مفروغ منه اللي هون شايفينه، الاوبرند الاول مفروغ منه لانه كل الانستركشن بيجيني من الريد داتا 1. اما الريد داتا 2 بيختلف. فالان شو يا شباب راح يكون الريد داتا 2 زي ما انتم شايفين، اوكي راح يجي هنا اذا كان صفر راح يفوت لي الريد داتا 2 على الاي ال يو. طبعا هذا بالار فورمات وبالبرانش. اما اذا كان الاي ال يو سورس كانت واحد قيمتها، راح مين يفوت؟ هذا واحد، معناها راح يفوت الساين اكستند للادرس تبع الانستركشن تاعيتي، معناته هاي بتنفع باللود وبالستور. طبعا هاي الاي ال يو سورس بتجي لي من الكنترول يونت. طيب تمام. كمان يا شباب بننتبه لنقطه، اوكي كمان الناتج اللي بدنا نكتبه على الريجستر فايل، لاحظوا هون حاطي ماكس، ليش هذا الماكس بالله؟ شو رايكم يا شباب؟ هذا المكس اللي قدامي، هذا شو فائدته او شو بفرق لي؟ مهندس صاد بيشتغل انه بميز بين اللود او الار تايب حسب يعني شو الداتا اللي بدي اكتبها على الديستنيشن ريجستر. بميز بين اللود بين اللود واللود والار تايب. ممتاز. يعني اللي ميموري تو ريجستر اذا انها واحد قيمتها شو بيكون؟ لود بيكون لود. طيب يكون لود الانستركشن، يعني الريد داتا اذا راح يختار لي اذا واحد راح يختار لي الريد داتا، واحنا بنعرف متى بنعمل ريد داتا؟ لما نعمل لود. فبالتالي راح يختار لي الريد داتا، وانتم بتعرفوا الريد داتا الداتا اللي بدي اكتبها راح تتجهز على الرايت داتا، وبالتالي اذا كتبنا على الريجستر اللي رقمه هون بالرايت ريجستر معناته العمليه راح تكون لود تحميل، راح يحمل من الذاكره ويكتب على ريجستر فايل. تمام. اما اذا كانت واحد فمين السورس تاع الماكس؟ راح يكون الاي ال يو ريزلت. شايفينها؟ قصدك زيرو مهندس اذا كانت زيرو. عفوا يس اذا كانت زيرو فراح يكون الانبوت تاع الماكس اللي راح نختاره راح نختار هذا تاع الزيرو اللي هو الاي ال يو ريزلت، وبالتالي الاي ال يو ريزلت هي اللي راح تمشي وراح تمر من الماكس تمام وراح تروح وين؟ على الرايت داتا. فأي إشي الآن بنكتبه على ريجستر راح ينكتب إيش؟ محتوى مين؟ محتوى الـ ALU أو ناتج الـ ALU result، وبالتالي هاي هي الـ R-type. ممتاز. إذن خلينا نرجع على الرسم اللي رسمناها قبل شوي.
بالار فورمات يا شباب كانت النتيجه تيجي من الاي ال يو ريزلت وين تنبعث على الرايت داتا. اما باللود كانت هيها النتيجه نتيجه الريد داتا هي بالاحمر شايفينها كانت تيجي على الرايت داتا. فالرايت داتا زي ما انتم شايفين مرات كانت تيجيني من الرايت داتا كانت تيجيني من الاي ال يو ومرات كانت تيجيني من وين من الميموري من الريد داتا تبعت الميموري ومرات من الاي ال يو. فاجينا شو احنا عملنا ماكس هيو مشان يحدد شو الانبوت تاع الرايت داتا. فمرات كان فاذا اجاني من الريد داتا هاي معناها جايين من الميموري يعني جايين من اللود اللي شرحناها قبل شوي. واذا حددنا الصفر معناها جايين من الاي ال يو هيها الاي ال يو فبتيجي لي الرايت داتا وبتيجيني لهون وبنحطها الان محتوى الريجستر او ناتج الاي ال يو بالريجستر فايل. اوكي وبالتالي هذا الماكس هيك فائدته. اذا بعد ما جمعنا المحتويات مع بعض وين مكان بتشوفوه انه سورس داخل سورس زي هنا او ديستنيشن هنا ديستنيشن جاي له اكثر من سورس او هنا ديستنيشن جاي له اكثر من سورس معناته بهاي الحاله راح نستخدم الماكس للتمييز وراح يكون له اكيد كنترول ميموري. هاي اسمها ميموري تو ريجستر. هاي متى بتكون فعاله؟ لما نعمل له. الآن إذا أسع شبكنا كل المحتويات مع بعض المحتويات شبكناهن كلهن مع بعض رح نحصل على هذا الفول داتا باث هذا البروسيسر تاعي. فتطلعوا عليه بشكل عام هاي عبارة عن الفتش هاي مكونات الفتش والفتش بتعرفوا مشتركة للجميع تمام. الان هاي الريجستر فايل هاي الاي ال يو هاي الداتا ميموري تمام. الاي ال يو زي ما اتفقنا بفوت على الاوبرند الاول ريد داتا 1 اما الاوبرند الثاني لا الاوبرند الثاني بالار تايب بفوت عليه ريد داتا 2 وبالبرانش اما باللود بفوت عليه الساين اكستنت تاع مين تاع الادرس. فبالتالي هي الانستركشن طالعه من هون فبالتالي راح يكون تاع الادرس هو اللي بنعمل له ساين اكستنت والكنترول تاعه اي ال يو سورس تمام. هسه اوكي هسه اللي عندنا كمان الرايت داتا في هون ماكس يا شباب هذا بيحدد لي انه الرايت داتا اللي بدنا نكتبها. اذا العمليه لود راح نقرا من الريد داتا تاعت الميموري اما ذا العمليه ار تايب فلا راح نقرا الداتا من الايش الاي ال يو ريزلت وهذا بيحدده كنترول اسمها ميموري تو ريجستر. فالاوتبوت اللي بيطلع من هذا الماكس هو اللي راح نكتبه وين على الرايت داتا. الان هذا الجزء اللي موجود هنا هذا الجزء البرانش فلاحظوا حطيت ادر باخذ لي الساين اكستند للادرس لانها برانش وبعمل له شيفت ليفت باي 2 وبطلع هون اوكي وبطلع الاي ال يو ريزلت اوكي او بطلع الاد ريزلت. خلينا نقول هاي شو راح تكون هنا لو قلت لكم هون راح تكون عباره عن بي سي زائد 4 زائد ايش اللي هو الشيفت اللي هو الادرس اللي هو 100 بالمثال اللي حكينا طبعا مش 100 هو اللي هو عباره عن الادرس اعملوا له ساين اكستند اعملوا له شيفت ليفت 2 تمام. البي سي زائد 4 هي من وين جايه؟ من هذا الادر. طيب هسه هذا المكس لويش؟ شو رايكم؟ المكس هذا شو بختار؟ دكتور عشان احدد اها اه انه برانش ان شاء الله اعمل برانش او انه لا اجمع البي سي زائد 4 واروح على النكست استراكشر. ايوه بالضبط يعني هاي برانش تيكن او نوت تيكن يعني بيحدد لي بالضبط. هسه هون إذا البرانش هنا هذا بيحدد لي الادرس تاع البرانش.
اما هذا اللي الانبوت الثاني للماكس هو البي سي زائد 4، يعني هو عنوان الانستركشن التاليه. مش احنا بننفذ بانستركشن بي سي زائد 4 عنوان الانستركشن تحتيها. اما اللي هون هو الافكتيف ادرس للبرانش. بس لحظه، مش دائما البرانش بتتحقق، هاي اف ستيتمنت او واي لوب او شرط، يعني هو شرط، وبالتالي هذا مش دائما بتحقق. طيب بما انه مش دائما بتحقق، معناته ممكن يكون برانش او لا، وبالتالي القيمه اللي بنخزنها بالبروجرام كاونتر اما بتكون البي سي زائد 4 اذا البرانش نوت تيكن او ما تحقق، او بتكون الايش بتكون اللي هو الافكتيف ادرس، اوكي، بس بشرط اذا البرانش اتحققت. طبعا هذا مين بيحدده؟ بيحدده الكنترول يونت تاعتنا، وبالتالي راح ترسل سيجنال اسمها بي سي سورس، اوكي، يعني السورس تاع البي سي. طبعا هذا المكس بحدده، اوكي، هو اللي راح يتحدد لي، هو اللي راح يحدد او اللي من خلاله راح القيمه راح تنبعث من المكس وتتخزن بالبروجرام كاونتر. فالبروجرام كاونتر راح يكون اما بي سي زائد 4 او الافكتيف ادرس، يعني بي سي زائد 4 زائد الادرس معمول له ساين اكستند وشيفت، اوكي، وهذا بيعتمد على انه البرانش تحقق او ما تحقق. وبالتالي شباب هذا هو عباره عن الفول داتا باث. تمام، في اي سؤال يا شباب او اي استفسار؟ الان يعني احنا بهاي الحاله بيكون اليوم بنينا الفول داتا باث للمايكرو بروسيسور بتاعنا. هسه شو بدي منكم؟ بدي يا شباب التالي، بدي ترسموا يعني او تدرسوا الماده، وبدي هاي الرسمه ترسموها بايدكم انتم على باستخدام ورقه وقلم، اوكي، ورقه وقلم ترسموها، ترسموها خطوه خطوه، تطلعوا عليها ولازم تتبعوها، اوكي، زي انا ما تبعت سابقا لازم تمشوا عليها. يعني حطوا مثلا، لو انا مثلا لو انا مكانكم بشو برسم هذا الباث بايدي، برسمه رسمه كامله، اوكي، الان بقلم رصاص بتتبعه بانستركشن. فمثلا طبعا احنا المره الجايه ان شاء الله راح نتبعه ترى، اوكي، فمثلا بشوف هاي الانستركشن، هاي الاد، وبتتبعه على الفول داتا باث اللي شفتوه، بشوف كمان البرانش ايكوال هاي، بشوف اللود وبتتبعها، وبشوف شو المحتويات او كيف الداتا راح تمشي بهذا الفول داتا باث. اوكي شباب، وبكون يا شباب احنا هيك انهينا المحاضره تاعتنا، اوكي.